سيبه ما عندهاش نوخ نيرو. ايه ماشي ما تبكيش ما تبكيش. طيب فشو هذا البروبلم شكل هنا؟ ها؟ شكل هنا اختي احكي لنا. الو؟ واه اختي احكي. ها؟ صح قولي يا اختي شكي لا 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 غير نسمع في اختي يعني قال اطفال و الله عندك فايبر هاد اختي؟ عطينا النيميرو تاع الفايبر تاعنا هاي طوله عم ديري تشوف دب زيرو طن طرو ديري زيرو سانك ستة زيدي 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 ما تقلقش راه اختي ديجا ما عندناش بزاف عندنا هذا اللايف تاني لو ميم بروبليم كيما ما تقدش الحاجه هذيك تاسيمي ماشي دير حاجه بعدا ما تاسيميش هذا هو البروبليم تي فو. الو السلام عليكم خويا العزيز. صباح بيبي لاباس راك مليح؟ الو سلام اكمل يا خويا العزيز. الحمد لله الحمد لله نجمو ندو من عند غير سامي خويا العزيز لا بغيت. وي صح اخويا العزيز نورمالمون معنا عصام و 30 سنة عايش في ديال الغربة. صح انا معاك رشيد شليح حنا راك علم رشيد شليح انا مقدم حصة خويا رانا في حصة على القناة تاع اليوتيوب تاعنا راه كاين واحد الانسانة راه عيطتنا على جالك وراه يبغي يديكلاريك بحاجة وراه يبغي يهضر معاك. انت في شكون هي الانسانة نورمال ماك عارف هاد الانسانة شكون هي. خويا انا كاين الناس في حياتي خويا اللي يضرب ما عندي حتى انسان خويا. كاين واحد الانسانة وتبغيها انت تاني وهي تاني تبغيك. لا ما كاينش خويا. ها؟ ما كاينش ما كاينش. هاد الانسان راكم راك في علاقة انت وياه خويا العزيز، راك في علاقة انت وياه خويا العزيز. شوف شوف خويا والله راني قابل الطريق خويا راني في الطريق. وا وغير اسمح لي يقول لها ما كاش كيفاش كاع بصح اسمح لي خويا العزيز زعما من باب زعما ما تخلوش في حياتك بصح من باب زعما الانسانيه ومن باب الصوالح وكاع الغلطه انت درتها خويا العزيز نورمالمون تتحمل المسؤوليه تاعك. انت اش غلطه خويا؟ ها؟ أه؟ انت اش غلطه؟ بلا ما نذكروا كاع الانسانه راهي اي معك كيما نقولوا حنا راهي معك اونسيت هذا الشيء راه في ملاعب هذا على بالك. ها؟ هذا في ملاعب خويا. على في ملاعب ولا كان صح؟ خويا سبحان الله راني عارف شنو نقول لك انا. ما على باليش هي راهي هنا معايا شيرة وراهي باغي فهمني قالت لي راني اونسات مع هذا الانسان وزعما مالي نعيط لها في التليفون باش يرفد عليا نحكي معاه باش يرفد عليا وكشغل. ما كاينش خويا راك اونسات معايا اونسات معايا ما كان عندك ما كانش ما كان زعما انت ماك شاك بلي ما انت راك شاك بلي ماش انت راك شاك بلي ماش اونسيت هادي ماهيش كاع اونسيت كاع دقيقة تشوف. الو السلام عليكم اختي. انت راكي اونسيت صح ولا ماكش اونسيت صح اختي؟ صح. ها؟ صح. بعثتي له لي زاناليز ولا ما بعثتيلاش؟ ما بغاش كاع يسمعني. بصح او ما سمعها خويا العزيز انسان كيدير حاجة اسوميها يا حبيبي سورتو حاجة كيما هادي شو انسان تكون انسان معاك تبغيها وغلطتو معليش راه يسمع لك هضري معاها بالك هنا بالك ما يردش الرجال ورانك شغل الجاه كجينا حبيبي ما تردناش اسمع منها ومن بعدها صفي وشوف شكاين صح اقول هضري مع اختي ها يسمع فيك اختي هضري مع اختي انا رجال اختي ورجال ما بين بلي انسان ناس ملاح وهضري مع اختي قولي له علاش ما بغيتش تحكي معايا
بغيت ميبا تسمعني، بغيت تعطيني فرصة، ما بغيت والو، خليتني كيما هاكا. علاش انت اش فرصة على بويك؟ ما نعرف انك ما نعرف خاطك، ما نعرفهمش. كيفاش دي فرصة؟ ربتي لي بيت تاعكم ما نعرفوش، كيفاش نعطيك فرصة؟ الضو ما عطيتيش. جاو راشي دابا راه يسمع كاع الناس، راه يسمع. شا ما عطاتكش؟ ما عطاتكش ولا ما عطاتكش؟ فاش ما عطاتكش؟ معليش نقطع حسن من فمك، شا ما عطاتكش؟ اسمع اسمع راشد، انا قلت لها قولي لي انت وين تسكني نجي نخطبك من داركم، وين تسكني في البلاد اللي سكنتي؟ بس انا ما عندي لا جمال ما عندي حتى واحد في الدنيا. انا هنا خوتك، رانا هنا خوتك، رانا هنا خوتك اختي، رانا كاع في الغربه اختي، رانا كاع خوتك هنا اختي، ماكيش واحد اختي، رانا خوتك. وهذا باين انسان لا سمله، هذا باين بلي راجل اختي، كي قال لك بلي نجي نخطبك ودير لك بالك بلي الانسان راجل، حنا نسمعوا منك اختي ونسمعوا منه هو ثاني. سمعتيني اختي؟ دروك تعرف اختي خويا كيفاش ما تعرفش دارهم وما وراتلكش؟ هي ما بغاش تولي دارهم؟ ما قالتلكش في وين وانت وياها؟ ما قالتلكش على دارهم وين ولا خافت ولا قالت لك ما عنديش؟ شك فيه وشكيت فيه باللي مش هي، سبحان الله. بس اختي علاش ما وريتلهاش داركم اختي؟ علاش ما قلتيلهاش داركم؟ لا اسمح لي اسمح لي خويا، الغلطه فيك اختي. واخويا لا اش كنت عطيتك كملت مع وحده ما مش عطيتك كاع الصح؟ لا لا عندك صح. باش انا يلا على بالي باللي راه اونشين. عندك صح واه، سبحان الله. وي وي لا نو نو عندك صح نو. نسمعوا علاش 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 نسمعوا من عندك؟ بصح مي خويا وين راه الصح؟ دروك انت اختي دروك صح، هضري معاه راه يسمع لك اختي، هضري معاه راه يسمع لك، يقول لك ما وريتيلي لا دارنا، ما قلتي ما وريتيلي حتى حاجه، هضري معاه اختي عزيزه. انا وا هو خالتي زعما ما بغاتوش كاع، هو ما بغاش يفهم، قال لي شوف، قال لي تعرفيني بخالتك ولا تعرفيني بواحد زعما بلا خالتي تاعك ولا امك؟ بيان سور اختي، هذا ما يولي الزوج تاعك اختي، بيان سور تولي له داركم. بيان سور اختي، بيان سور تولي له داركم، تولي له امك، تولي له بوك، هذا شريك حياتك، تولي له كل شيء، حتى شتمتي وتولي له، حتى كي تبغي تخرجي من داركم تجي خارجه تخدمي تقول لها شغلي اختي. وهذه الصح راكي اونسات من هذا الانسان اختي. هاي ملكي كي تجيبي عيطي لي نديرو فيه سمي صاي، هذه اللي بنقولها لك دروك، وما تزيديش تسمعي لغوتي وما تزيديش نهضر معاك صاي، ما تغاديش تعيطي لراسي وتعيطي لعبد الله واحمد صاي، هذه الاولى والثانيه. معليش خويا خويا والله ما والله والله نو باين انسان والله باين بلي عيطنا لكش، انسان اسم لاح وكاع براجل وكاع اختي، بيني لعطي بيان بلي هذا الغريان تاعه. معليش خويا العزيز والله مرحبا بك خويا العزيز والله. خويا شوف الاولى، انا الاولى كي عرفتي الطفله انايا قلت لها اسمع الاولى انا وريني داركم من جي، سبحان الله يا خويا يقبلوني ما يقبلونيش، انا اتحمل المسؤوليه، يعيروني انا ويعاطوا معايا انا. واختي وري له السيد، وري له راه يخطب اختي، سيد ما قالش عيب، راه مأسومي اختي العزيزة، صح سيد راه مأسومي. انا والله ها والله خاطر انا ما نزيد ندير حتى وحده وما فيكمش كاع يعني كاع حاجه اللي ما يستاهلش. سي بون ايوا تهلا في روحك راسي ربي يخليك تخليك وحده في حياتك. معليش خويا العزيز غير في غرض خويا العزيز وقابض الطريق حبيبي. ربي ما تزيديش ما تزيديش تعيطي لي وما تزيديش تهضري معايا انسي يا رب العالمين. ايوا السلام عليكم. سلام خويا العزيز، سلام خويا، السلام عليكم. صحي صح. الو السلام عليكم اختي. راه هضر معاك اختي انت، علاه ما وريتيلهاش؟ اخويا ما تامنهاش واش قاعد يقول. صح قال لك وري لي داركم اختي، وري دارنا وكل شيء، وانا ما عندي حتى واحد لهنا، قال لي قلت له معليش كنهبطوا للبلاد، عندي خالتي في الدائر من بعد، قلت له نروحوا تما ونعرفك عليهم،
انسان يخاف اختي، الراجل كيدير حاجه كيما هذه يخاف يجبد. مي اسكاش لي اسمي قليل ويني أس...